منظومة الطرق في مصر النهاردة أصبحت مختلفة تماما عن السنين اللي فاتت. يعني مثلا لما نفتكر مع بعض اللي كان بيحصل في الطرق، الزحمة على طريق الإسكندرية الزراعي كان بيمثل أزمة لكل أهالي محافظات الدلتا. دلوقتي بعد إنشاء محور شبرا بنها الحر، المشكلة دي انتهت تماما، المحور بياخد 20 دقيقة بس. ده مثال واحد، طبعا يقيس على كده طرق تانية كتير جدا. عشان كده شبكة الطرق اللي اتعملت في 8 سنين اللي فاتت تمثل شريان حي لحياة الناس وشريان تنمية للاقتصاد. خلونا نشوف التقرير اللي جاي. وضعت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع النقل والمواصلات على رأس أولوياتها، وهو ما ظهر واضحاً خلال 8 سنوات الماضية، وحيث انطلقت خطة التطوير والتحديث لكافة قطاعات النقل، الأمر الذي أسهم بشكل ملحوظ في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر في المؤشرات العالمية في جودة الطرق. وحققت مصر عدداً من الجوائز الدولية في مجال النقل، كما تقدمت 5 مراكز في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية بفضل جودة البنية التحتية، وحصلت أيضاً على الجائزة المميزة من بنك التنمية الإفريقي لبناء الطرق. وتتخطى رؤية الدولة المصرية فكرة مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة وشاملة تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي والنهري مع الدول العربية والإفريقية المجاورة. وعملت الدولة على تنفيذ خطة طموحة لتطوير كافة قطاعات النقل، شملت إنشاء 7000 كيلومتر من الطرق الجديدة، ووصل إجمالي أطوال شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية 30000 كيلومتر. هذا بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 10000 كيلومتر من شبكة الطرق الحالية، وإنشاء 34 محوراً جديداً على النيل، ليصل الإجمالي إلى 72 كوبري ومحور على النيل، مع إنشاء 1000 كوبري علوي ونفق، ليصل الإجمالي إلى 2500 كوبري علوي ونفق على الشبكة.